من ناحية تانية، لاعبنا المصري المحترف الشهير محمد، أنا من أكتر الناس تشجع محمد النني بالمناسبة برضه. أرسنال بيعلن تجديد التعاقد مع محمد النني بإذن الله ليونيو 2023. شايف بقى احنا كده ايه، خد بالك عندنا صلاح في ليفربول والنني في أرسنال، حاجة ما شاء الله. والله الكرة المصرية هتبدأ تصدر اللعيبة بتوعها، والله بكلمك بجد. يعني زي ما كنا دايما نقعد نقول ايه، الأفارقة أصدقائنا إخواتنا بمناسبة يوم إفريقيا، ونبقى نتكلم عليه كلام كتير بالمناسبة. عندهم لعيبة كتير جدا ما شاء الله محترفين بره في الأندية بتاعت أوروبا. فأدي النني أهو بيوقع، دول الأولاد زيكم يا أولاد، شبه الخالق الناطق نفس الضحكة، ربنا يخلي. فبدأنا أهو يبقى في عندنا تصدير من اللعيبة بتوعنا للأندية الكبيرة جدا اللي موجودة إيه في بلاد بره. وطبعا زي ما احنا عارفين، شوف اللي بيحترف في الدوري الإنجليزي ده تعرف انه ما شاء الله عليه جايب من الاخر. فباذن الله سبحانه وتعالى محمد النني وقع حتى يوليو 2023 باذن الله. الاعلان ده جاي عن التجديد بعد الاداء المميز الحقيقه اللي قدمه خلال الفتره الاخيره من الموسم اللي خلص. احنا معانا على التليفون استاذ ناصر النني والد اللاعب محمد النني. اهلا 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 بيك يوسف، ربنا يديك الصحه كده. ربنا يخليك يا رب، وربنا يدي صحة لحضرتك ولمحمد، منورنا ومشرفنا كده، ربنا يخليك كده. خلاص محمد يمضي لحد يوليو 2023. الحمد لله والشكر لك يا رب. الحمد لله. ما بيفكرش ينقل بعد كده؟ يعني ما فيش حاجة كده في دماغه؟ لا والله، لا والله، لا هو بيعشق نادي الأرسنال والله. واحنا كلنا لأن أنا لما رحت انجلترا بصراحة لقيت عيلة عيلة مع بعضها، يعني اوضه اللبس بالنسبه لمحمد دي حاجه كبيره، مع اللعيبه ما بيلعبش مش زعلان. يعني في لعيبه ثانيه مثلا انا هرجع بقى غضبان وما لعبتليش الماتش اللي فات ترجع، لا ايوه محمد مخلي اوضه اللبس حاجه جميله. حتى هم في النادي يعني بقول لك عمرنا ما شفناه داخل زعلان، فدي حاجه يعني نادي ناس ما شاء الله يا كابتن، يعني حاجه كويسه وربنا يكرمه باذن الله ويكمل لغايه باذن الله مدرب هناك باذن الله لحد ما يبقى مدرب هناك في ارسنال برضه. طبعا مش كده؟ طبعا بنتمنى كده ساعت باذن الله. ده يبقى ساعتها رفع راسنا كلنا بصراحه. الله يخليك. اه والله تخيل كده انه يجي يوم في وقت من الاوقات باذن الله سبحانه وتعالى يدينا جميعا العمر ونشوف محمد هو المدير الفني بتاع ارسنال. يا رب يا والله. رب باذن الله باذن الله. شوف انا ما احضرش ماتشات كوره كتير، بس ساعتها هروح احضر له مخصوص، اشوفه كده وهو واقف وقاعد عمال بقى ايه بيشكل على اللعيبه. تحت امرك تحت امرك. ربنا يخليه، وقلنا نقول لكم مبروك وباذن الله ربنا يطمنا عليه ويحفظه ويحفظه. الله يكرمك ربنا يخليك. الف 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 شكر. ربنا يخليك يا استاذ ناصر، كل الشكر ليك، كل الشكر استاذ ناصر النني والد لاعبنا المحترف بارسنال والمحترم محمد النني.